معي هاتفيا الأستاذ جميل عفيفي، مدير تحرير جريدة الأهرام. أستاذ جميل، يعني منذ تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية عام 1963 ثم الاتحاد الأفريقي، هل يمكن أن نقول أن الوحدة الأفريقية استطاعت تحقيق أهدافها، ومن ثم الأهداف التي تأسست من أجلها المنظمة ثم الاتحاد؟ هو بالطبع منظمة الاتحاد الأفريقي ثم الاتحاد الأفريقي تهدف دائما إلى تكامل الوحدة بين شعوب القارة الأفريقية، بذلك إلى الانتهاء على الصراعات الإثنية، التكاتف من أجل أن تكون الدول الأفريقية وحدة واحدة. وإحنا شفنا الدور الأفريقي في حرب أكتوبر 73 لما وقفت الدول الأفريقية بالكامل بجانب الدولة المصرية في حرب أكتوبر 73، ولكن في الوقت الحالي طبعا مر بعد ذلك العديد من الصراعات الإثنية داخل الدول الأفريقية، ومرت العديد من الخلافات الداخلية في الدول الأفريقية، لكن احنا شايفين خلال الفترة الأخيرة من عام 2014 حتى وقتنا هذا هناك تحرك كبير جدا بتقوده الدولة المصرية من أجل وحدة الدول الأفريقية، من أجل التنمية المستدامة داخل الدول الأفريقية، من أجل إنهاء الصراعات الإثنية، من أجل القضاء على الإرهاب والهجرة غير الشرعية. كل ده بتسعى إليه الدولة المصرية في الوقت الحالي. وطبعا كان قمة هذا التعاون كان وقت ما رأت مصر الاتحاد الأفريقي والجولات المنطقية التي نفذها الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل دول العالم من أجل أكثر دعما وأكثر دول العالم تقدم الدعم الكافي للقارة الأفريقية وترفع المعاناة عن الشعوب، وحطهم في مجال الصحة، في مجال التعليم، في مجال تغير المناخ اللي أثر بشكل كبير جدا على القارة الأفريقية والدول الأفريقية، أيضا مبادرة إسكات البنادق وتدريب عناصر من رجال القوات المسلحة في الدول الأفريقية لمواجهة ومكافحة الإرهاب، وآخرها إنشاء المركز مكافحة الإرهاب لدول الساحل والصحراء في القاهرة. طبعا احنا عارفين ان هناك تنظيمات إرهابية بتسعى الى التغلب داخل القارة الأفريقية لإعادة انتشارها وإنشاء معسكرات تجديد، لكن مصر كان ليها دور كبير جدا في تجديد العناصر القوات المسلحة في الدول الأفريقية لمواجهة الإرهاب، وعلى الجانب الآخر العمل على التنمية المستدامة داخل القارة الأفريقية. نعم، هذا جانب مهم تدعمه مصر منذ سنوات، وكان ذلك يعني مركزا ومكثفا في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي منذ سنوات، ويعني فيما بعدها كانت هناك خطوات جادة للتكامل الاقتصادي. هذا التكامل وقفت أمامه تحديات داخلية وخارجية، جائحة كورونا، غيرها من الأزمات التي أثرت على هذه الجهود. في رأيك كيف يمكن استغلال هذا الهدف لمواجهة هذه التحديات اقتصاديا؟ طبعا مواجهة التحديات الاقتصادية من خلال زيادة التبادل التجاري بين الدول الأفريقية بعضها البعض، وإحنا شفنا خلال الفترة الأخيرة العلاقات المصرية الأفريقية والتعامل على زيادة التبادل التجاري بين الدول الأفريقية ومصر، وأيضا النقطة الهامة هناك طبعا الكوميسا والعديد من المبادرات بين مصر وبعض الدول الأفريقية من أجل زيادة التبادل التجاري. طبعا احنا عارفين ان أفريقيا تمتلك العديد من الثروات الطبيعية، كل دي يتم لو تم استغلال الأمثل سيتم القضاء على العديد من الأزمات الاقتصادية داخل القارة الأفريقية. أستاذ جميل عفيفي، مدير تحرير جريدة الأهرام، أشكرك شكرا جزيلا.